لابد أن يحدد الربح كم لك كم لي، لك 60%، لك 40%، لك 50%، لك 70%، لابد يحدد. قضية ما راح نختلف ننساها في قضية الشراكة، لا ما راح نختلف إن شاء الله بعدين، بعدين خل الموضوع بعدين، لا ما هو بعدين، ما هو بعدين، الآن غدا إذا تخاصمنا أبدأ أقول ضحك علي وغشني وسرقني وكذا، وأنا أقول بعدين المفروض نأخذ 50 ب50، يقول لا أنا أقدم منك وأنا أنا اللي جبت الزباين، المفروض أنا 60 لي وأنت المفروض لك 40، لكن هالكلام هذا المفروض يكون قبل، ما يكون بعد ما طاح الفاس بالرأس، بعد ما عملنا الشركة وخلصنا وكذا بعدين نبدأ نتفق كم لك وكم لي، ما يصلح، لابد تكون من البداية. شو يقولون المصريين؟ أول شرط أخر نور، أول شرط أخر نور، لابد تتضح الصورة، لابد أن تتضح الصورة. كما قلت قبل قليل، يعني افرض أنا وإياك ما عندنا أي مشكلة أبدا، لكن أولادنا غدا أنا مت أنت مت، بعدين هؤلاء الورثة يقول وين المكتوب؟ أعطونا شيء مكتوب، كم لوالدنا كم لك. لو قال مثلا لا أنا لي 70% ووالدكم له 30%، من يقول هذا الأمر؟ لابد أن يحدد هذا الأمر، وهو قضية كم لي وكم لك من الربح، نسبة معلومة من الربح، ولابد تكون نسبة، لا يجوز أن يحدد ربح معين، وإنما نسبة 40% 20%. أما يقول له لازم أربح كل شهر 1000 أو كل سنة 1000، لا ما يصير، أفرض ما ربحت، وإنما من الربح نسبة 50% 90%، ما في مشكلة، المهم تتفقان على نسبة، أن كل اتفاق على نسبة وليس على مبلغ معين. وذاك يقول أهل العلم الشركة يفسدها الظلم والغرر، الشركة بشكل عام يفسدها الظلم والغرر. مثال أن يكون لأحدهما ربح وقت معين، أنت بيع الصيف لك وبيع الشتاء لي، ما يجوز بيع الصيف لي وبيع أنت لك هالوقت، بيع اللي بالنهار لي وبيع اللي بالليل لك، ما يصلح. يفرض بالليل صار بيع، بالنهار ما صار بيع، ما يصلح هذا أبدا، أن لك وقت ولي وقت، بل لابد أن يكون إيش أي بيع يتم بالنصيفة أو بحسب الاتفاق الذي اتفقنا عليه كم نسبتي وكم نسبتك. كذلك لا يكون ربح إحدى السلعتين، مثلا شرينا سيارتين ونبي نبيعهم، نشتري ونبيع بالسيارات، شرينا سيارتين مثلا نبي نبيعهم، أقول لك والله السيارة الشفر ربح لك وسيارة التويوتا ربح لي، ما يصلح أبدا، الشفر ربح بيني وبينك والتويوتا ربح بيني وبينك، ما يصير أنت لك ربح سلعة وأنا لي ربح سلعة أخرى. كذلك ربح إحدى سفرتين، هالسفرة لك السفرة الجاية لي، ما يصلح أبدا، كل سفرة لابد يكون لي ولك، لأن هذه أمور معلقة بالقدر، لا يصلح أبدا أن تكون هي الفيصل بيننا. أو أن لا يذكر الربح، ما نذكر كم لي وكم لك، يلا خلنا نبيع، خلنا نبيع، بعنا والله الحمد لله ما شاء الله، والله ما شاء الله الحين كسبنا مثلا 2000 دينار، هاك 1000 ولي 1000، ليش 1000 و1000؟ أنا تعبت أكثر منك، أنا جبت الزباين، أنا أداوم ليل نهار، أنا صاحب الفكرة، أنا صاحب طيب من أول اتفقوا؟ إذا لابد أن يحدد ربح كل واحد كم نسبة الربح الذي له، وإلا فسدت الشركة. كذلك أن يشترط لأحدهما جزءا مجهولا، أنا لي شيء زايد، إيش كثر الزايد؟ بس زايد وبس، مجهول، ما يصلح أبدا، لابد أن يحدد. أما شيء مجهول لا يجوز العمل عليه. كذلك أن يشترط أحدهم الربح، الآن اللي يتم الآن بعض الناس شو يسوي؟ يجي يقول عطني أنا أشتغلك بفلوسك، عطني 20,000 ولك كل شهر أو كل شهرين أو كل 3 أشهر لك 500 دينار أو 300 دينار، كل 3 أشهر لك 300 دينار، ما يجوز أبدا. ليش؟ لأن لما يقول لك كل 3 أشهر لك 300 دينار، أفرض خسر ما ربح، شلون يعطي 300 دينار؟ ما يجوز. افرض ربح 5000، ليش يعطي 300؟
المفروض يعطيه 700 900 2000، رابح ما شاء الله 5000. فقضية أن يحدد له ربح أو يضمن له ربح معين لا يجوز أبدا، لأن إذا حدد له ربح معناها قرض ربوي، صار قرض ربوي. هو واحدة من الثنتين، لما تعطيه هذا المال إما أنك شريك وإما أنك مقرض، واحدة من الثنتين. لما أنا يجيني يقول لي عطني 20000، ماشي أعطيك 20000، عبارة عن ماذا؟ هل هي قرض 20000؟ إذا كان قرضا لا يجوز أن أخذ عليه أرباح. 20000 ترجعها كم؟ 20000 قرض حسن. قال لا مو قرض، شراكة. ممتاز، شراكة. يقول أضمن لك ربح، ما يصير تضمن لي ربح في شراكة. شراكة معناها أشاركك في الربح وأشاركك في الخسارة، فما يصير تقول لي لا أضمن لك ربح وبنفس الوقت أنت شريك، ما تصلح أبدا، ما يجوز. وإذا غالب هؤلاء ماذا يفعل؟ يعطيه شيك ب20000 أو وصل أمانة ب20000 يطالب به متى شاء مثلا، أو يحدد له موعد معين، زين، وبنفس الوقت يعطيه كل شهر أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر 200 300 400 دينار. هذا ربا واضح، عين الربا تماما. فلا يجوز أبدا العمل بهذه الطريقة، إما أن يدخل شريكا يشارك في الربح والخسارة، وإما أن يدخل مقرضا فليس له ربح وإنما يأخذ الذي أعطاه. أنت محسن أقرضته، رجع لك 20000 كما أخذها، بس بدون زيادة فلس واحد. فلا بد أن تتضح هذه الصورة جيدا. نعم.